نبدأ على بركة الله تعالى في المراجعة. اليوم عنا واتل عليهم نبأ ابني آدم. طيب، فوزية فرشيشي 79. وعليهم نبأ ابني آدم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي لا 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 ما تتعديش عاود ايه لئن بسط إلي يدك ايش المخرج الطاء لئن بسط إلي بسط إلي بالطبيعة كاينك شلون تقطع لكن تقطعها لئن بسط إلي لا هذه الطاء خالصة لئن بسط إلي عاود ما يمزك مش صحيحة لئن بسط بساسة بسط بسط نمشي لمخرج الطاء ينطق تاء طيب لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فطوعت لا إني أريد أن تبوء إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة لا كمل المعنى حاول الكل لي. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين الله يفتح عليك بارك الله فيك جاتك أقل من الصفحة ميسيش نعوضوها مرة جاية إن شاء الله طيب رقم 85 آية النور من أجل ذلك كتبنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس باش نخفوا عليك باش نخفوا عليها هذيك أنه من قتل أي أنت قلت وقفت على نفس هي نفس أي عاود أي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا
كم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. رقم 106، تفضل تفضل. نسمي رشيدة، موجودة؟ طيب مش مشكلة. طيب رقم 112 رجاء، ايش موجودة؟ طيب رقم 75 السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. طيب السلام ورحمة الله. طيب دين يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين كمل عاد، لا يحزنك على الأقل عاود، لا يحزنك. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أي نعم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا. أي نعم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أي نعم. فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. طيب 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 شو رقم 80؟ علاش قلت لك ابدا من يريدون ان يخرجوا؟ طيب احنا قفنا والسارق والسارقة، علاش ما بديناش والسارق والسارقة؟ ها؟ لا هو مش المعنى، ولكن من باب هو من باب الاحترام ان ما نبداوش به، فما ايات ما نبداوش بهم، حتى كنا نقرا على المشايخ فما ايات ما نبداوش بهم، حاولوا نبدا بايه قبل. ولا واحد يقرا معانا مره قال نكتبوا في اللوحه ديما تعطي راس اللوح نتاعك، راس الثمن نتاعك. قالوا سيدي فخرج منها فانك رجيم. والله والله ضربوا بالوحدة على راسه، قالوا وان عليك اللعنه الى يوم الدين، وقالوا قوم اخرج، وبقى جمعه كامله ما يحفظش. قالوا اختار، تعرف كيفاش تختار عباره العبارات الايات معناها؟ مثلا نبداوش باسم والسارق والسارقة، ها؟ كما الاخر قالوا فاقتحم العقبة، قالوا اقتحمها وحدك، هي فلا اقتحم، ما لازمنا نختاروا الآيات، باش تبدا تقرا على شكون لازمك تختار الآيات كيفاش تبدا بهم، تعرف الابتداء شو لازم يكون صحيح، تختار المواضع. طيب تفضلي. سماعون للكذب أكالون للتحت. أيوة. فإن جاءوك فاحكم بينهم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروا
شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح والسن بالسن والجروح قصاص ومن لم يحكم والجروح فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الله يبارك فيك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. طيب رقم 57 نسمي فقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة لا مش نخف عليها عاد من التوراة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. تفضل رقم 65 موجودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى
يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد من عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء من الذين أوتوا الكتاب من قبل قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله يفتح عليك بارك الله فيك. رقم 53 وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أرادوا أن يطفئوا لا كلما أرادوا لا كل
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فتح الله عليك، الله يبارك فيك. صح، رقم 58. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم. عليه السلام ورحمة الله. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة. مقتصدة. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم. لا، وما قل يا أهل الكتاب. عاود. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. طيب نكمل الحسب. رقم 72 موجودة؟ 72 خرش. طيب رقم 83. 83 سينا خرش. طيب رقم 100 ريم معلش موجود. طيب رقم 90 وحسبوا ألا تكون فتنة فعلوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفتكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الله يفتح عليك. الله يعطيك الصحة. لا اليوم خير من مرة أخرى. ربي يبارك فيك. آية رقم 68. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. أنا رأسك لتجدن أشد الناس. طيب نمر إلى سورة الشعراء. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ما هو مغادي؟ طيب رقم 370 سندس. مش حافظ الشعراء. رقم 180 ما صوتوش الشعراء سندس. طيب تفضل. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تبعثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون
مفسدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات